احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 26/5/2023 وتعالوا شوفوا اسعار الفتيل اللباني الجاموس في سوق ابو المطامير. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الفل يا معلمي. صباح الفل. صباح قبض ان شاء الله. عرفنا باسمك علي الحرباوي. المعلم علي الحرباوي قاعد فينا صح؟ ابو المطامير وتجار ابو المطامير الحرب وناس محترمين الله يقويهم ويعينهم ويصلح حالهم. نتايات صلاة النبي عليها جماعة بسم الله ما شاء الله. عمر قد ايه كده يا معلمي؟ والله العمر شهر. عمر شهر بسم الله ما شاء الله. طب الاسعار عاملين النهارده؟ والله الاسعار غالية، احنا شارين غالي بس في هبوط في السوق. في هبوط في الاسعار. في هبوط في ربنا يخال عباده. يا رب يا رب تخال عباده. هبوط في الاسعار في الاثمان يا جماعة بسم الله ما شاء الله. كم وكم ولا الاثنين على بعض؟ والله كل واحدة لوحدها. دي بكام ودي بكام؟ دي ب 8000 ودي ب 85000. دي ب 8000 ودي ب 8000 ونص بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. مال وحلاوه يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. معك حاجه غيرهم تاني؟ هم دولت. الله يبارك. الاسعار مش عجبانه لان الاسعار غاليه كده والاكل غالي والدنيا واقفه. ربنا يرخيها يا عم. العلف نزل وكل حاجه نزلت وان شاء الله كل حاجه تنزل باذن الله بامر الله. العالم بس الفلاح قلقان شويه. كانت ب 4000 ديت ب 35 دلوقتي يعني ب 9000 الواحده ولا ب 85. اي والله يا ما والله بسم الله ما شاء الله. ربنا يرخيها العباد. ادينا رقمك لحد عايز حاجه يتواصل معاه. الله امين يا رب. الرقم بتاعك كام؟ 016 016 44 44 39 409 409. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين عليك انا بسم الله ما شاء الله على البلد يا جماعه. الله اكبر. الجوره البيضاء بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. تايه من بلدي. الله يبارك لك. تجار ولا جنايه؟ تجار ولا جنايه؟ لا تجار. عرفنا باسمك. حاج مرضي. حاج مرضي. منين حاج مرضي؟ من ابو العاده. من ابو العاده طبعا. ابو المطامير بسم الله ما شاء الله. نتا ولا ذكر دي؟ انتاج بسم الله ما شاء الله. نادي الشاطر. عيط ايه؟ نادي الشاطر. عيط الشاطر احسن ناس. أيوة. يا حاج الله اكبر. عامله ايه النتا دي؟ النتا دي عامله 11000 ونص. 11000 ونص بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك انا بلد حلاوه. الله اكبر. ايوه نتا يا بلدي جميل يا جماعه بسم الله ما شاء الله. حلاوه طعام صلاه النبي عليها. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. معك حاجه غيرها ثاني؟ مرت لا بعنا بس. بيحت الله يبارك لكم. معك رقم تليفون ناخذ له حد عايزها تواصل معاه؟ لا مش عاوزين نتواصل. الله يكرمك. عاوز يجي السوق. اللي عايز يجي السوق. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. اللي عايز يجي السوق بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. 100 كيلو لحمه. ذكر صلاه النبي عليه. صباح الفل يا غالي. صباح الفل يا باشا. صباحك ابيض. عرفنا باسمك. انا ابو بطه. المعلم علي ابو بطه. جماعه ابو بطه اكبر تجار البتيلو في ابو المطامير. الله اكبر. عامل ياما اتذكر ده صاحبي؟ 25000. يا ما قول يا عم. يا ما 25. ليه يا عم؟ لا 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 هو اخره 19 18 يا اخي. بكام بالامان؟ 23 23. الله اكبر. 23000 يا جماعه. ذكر بتيلو من الحاجه الفاخره بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. حاجه طيبه يعني. في 100 كيلو كانت يعني ده 90 كيلو لحم. 90 كيلو لحمه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الله اكبر. معك حاجه ثاني غيره؟ لا والله. طب معك رقم تليفون ناخذه له حد على الصحه يتواصل معاه؟ 0 100 8 3 8 3 1 0 3 1 0 3 4 3. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. الله يبارك لك. ابو جماعه ابو بطه ناس محترمين. الله يبارك لهم ويصلح حالهم. بسم الله. انت طيب يا غالي. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.